كابتن رضا بيتكلم في النقطة خاصة بالتشكيل وطريقة اللعب يعني. اتكلم يا فاروق على ان يعني مستر كولر كان مفروض يبقى في سباق في التشكيل اللي نهى بيه الموسم الماضي. وبعض المدارس بتقول لك ان انا لو استقدمت او اتعاقدت مع محترفين جدد ممكن ادفع بيهم. يعني انا بميل للمدرسه الاولانيه في ثبات التشكيل الموسم اللي اتنهى عليه النادي الاهلي، اتنهى عليه الخمس بطولات اللي حققها مستر كولر في بدايه ولايته في الثمان اشهر اللي هو عمل فيها مع النادي الاهلي. يعني باستثناء يمكن بيتستاو راجع من جنوب افريقيا، يعني ممكن يكون يعني مجهد او ملحقش معلم معلول هو ممكن جد. ممكن الوحيد اللي بيبداش بيه يعني هو رضا. يعني مستر كولر بدا برضا سليم في حته اليمين، انا شايف ان ده برضك يعني بدايه موفقه، كهربا كراس حربه ده مكانه اللي نهى عليه الموسم اللي فات، وشفنا كهربا يعني كان من ضمن السكورر للنادي الاهلي في خلال الفتره الماضيه في الخمس بطولات. الشحات ناحيه الشمال وده المكان اللي بيفضله حسين الشحات اللي بيجيد فيه، اللي هو يمكن اخذ فيه من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر. هنرجع بقى لتحت المهاجمين دول، كان لازم يبقى موجود قفشه لان قفشه صانع العاب، وانت عارف المباريات ديت بتحتاج خصوصا في نص ملعب اتحاد العاصمه محتاج حد يمسك الكوره يبتدي لك الهجمه يبقى رابط بين خط الظهر وبين المهاجمين. فانا كنت شايف ان قفشه يعني احنا اتاخرنا عليه بشكل كبير جدا في التغيير، يعني انا كنت اتمنى ان قفشه يكون موجود من بدايه المباراه. انا مع رضا في حته امام عاشور كان ممكن يبقى ورقه ممكن يستعين بيها الراجل في خلال تغييراته، خصوصا ان مروان نهى السنه اللي فاتت هو وديانج وامامه قفشه، والثلاثي ده ادى اداء جيد جدا بعد رحيل طبعا حمدي فتحي. بالنسبه لخط الظهر يمكن ما فيش غبار عليه، ياسر كان مجهد، رامي بدا المشوار. فانا كنت اتمنى تثبيت التشكيل كان يهم، لكن عايز اقول ده دروس من ضمن الدروس اللي احنا بنتعلمها في كره القدم. ما فيش حد كبير على الكوره. عايز اقول ان النادي الاهلي الموسم اللي فات كان بدايته غير موفقه مع سان داونز، وبعد هزيمته يمكن النادي الاهلي لا يا كابتن ده انتوا كنتوا كابتن ماهر انتوا كنتوا كان الاهلي واخد السوبر من الزمالك، كان قصده يعني انت اول ما بدات الدوري خدت بطوله يا رضا بعد ما اتغلبنا من هو لا بيقول لك اول بطوله دي وقفت النادي الاهلي على رجله، موفق النادي الاهلي في افريقيا بدايته كنا عليه وكنا خايفين جدا ماليش دعوه كابتن مع الفارق ان دي بطوله وده كان لسه في مشوار طويل انت يعني انت كابتن لسه الدوري ما بداش السنه اللي فاتت بشكل كبير. لكن عايز اقول لك ان الدروس المستفاده من المباراه السوبر ديت، اولا طبعا بنحيي اتحاد العاصمه لان هو احترم راجل بن شيخه ده، احترم النادي الاهلي واحترم كولر بشكل كبير، قدر يلعب بالامكانيات المتاحه بالنسبه له ان هو دفاعيا يكون منظم، يراقب مفاتيح لعب النادي الاهلي ده يعلم المسافات، يعتمد على كونتر اتاك واخد بالك اللي كان ممكن يبقى مؤثر بشكل كبير، جات له ضربه جزاء قدر يستغلها بشكل جيد. سلاحهم واحنا عارفين شمال افريقيا طبعا يا كابتن رضا يا فاروق يا محمود، سلاحهم هو القلب والروح القتاليه العاليه، ودي في كره القدم ساعات بتتفوق على الجانب الفني والجانب المهاري والجانب التكتيكي. لا انت فين بقى يا كابتن يعني بعد اذن حضرتك، انت فين كمدير فني ماشي اخطات في التشكيل واخد بال حضرتك، حتى في ناس كلمته وانتقدته في المؤتمر الصحفي ان انت ما غيرتش ليه بدري ورجعت تاني الفرقه، فقال لك هو كل واحد يتغير بدري هيغير لي نتيجه المباراه، ده في تصريح يعني هو مش مكتوب قدامنا بس هو قال كده امبارح. انا معاك يا رضا، بس انا عايز اقول لك ان ساعات بيبقى استراتيجيه المباراه يا رضا متقسمه وانتوا لعيبه كبار كابتن، انا خسران مش متعادل في الحاله دي. بص يا كابتن اشتغلتوا مع مدربين ما شاء الله، يعني اذا كانوا اجانب او اذا كانوا مصريين، استراتيجيه المباراه يا رضا لازم تبقى شغال عليها. عايز اقول لك ان برضك خد بالك الكلام ده وانا متعادل يا كابتن، كابتن مصر الكلام بحضرتك ده صح وعلى دماغي لما اكون متعادل، انما انا متاخر بهدف خسران اكيد لازم. طبعا هيبقى معظم انت دلوقتي لعبت ال 90 دقيقه كابتن، لعبت ال 90 دقيقه وعندك 10 وقت ضايع ما جبتش جول ليه؟
عشان تغييراتك متاخره. لو انت غيرت، طب اقول لك على حاجه، السنه اللي انتهت دي بطوله افريقيا دوري الابطال، ايه اللي رجع كولر تاني للمكسب؟ لما غير التغييرات. التغييرات لما نزلت هي اللي السبب في الوقت والتوقيت الصح يعني.